نفسك. عليك السلام اولدي. المشكل ديالي اولدي هاد الوليد دار لي حادثه خايبه اللي خسرت فيها رزقي كامل وحياتي كامله اللي جمعت ولا انا لا الزوج ديالي. مشى ليا مع هاد الوليد، خسرت 140 مليون وخسرت جوج بارتمات، بارتمه فيها 120 متر وبارتمه ديالو هو فيها 75 متر، وخسرت المحل ديالي اللي كنت كناكل منه العيش، محل كبير ديال الخياطه، حتى هو خسرته. صافي وقفت وليت من ديك الساعة لدابا انا مهدة بالسجن، ولا مشيت تسديت هاد الوليد ما كاينش اللي يكون به هو ومراته ووليداته، انا هي المعينة الوحيدة ديالو. حنا عكارين، هو بيت وانا بيت، مولك راه كيجي ما كيعقلش علينا. انا كندبر على الكرة ديالي، كنقلب وندير المجهود، ولكن مني مرضت انايا درت عملية، جاني السرطان في الرحيم، حيدت المرض وباقا نتبع الدواء، ودرت العمليه غير في شهر 6. باش درت العمليه شهر 6 ديال العام الاول، ماشي هذا، يعني دابا كملت عام، باقي ما حقش عليا نهز حتى 5 كيلو في يديا لانني انا مريضه وفي السكر. عاود المشكل ديال الولد ديالك. الولد ديالي دار حادثه، دار حادثه قبرك فيها عامين وفي الانعاش كوما، ومن السبيطار لاحوا لي سبيطار اخر لبوزكوره، وهذا السبيطار ديال بوزكوره اغلى حاجه فيه. نهار العيه اللي ما كنحطش كنحط حتى المليون، يعني اللي عندي حطيته. مني كملت دزت الديور ديالي صافي، حيت ما يمكنش اي واحد عندو كبت وناعسه في السبيطار ما يمكنش يخليها، حيت ولدي كان هو المعين ديالي، ما يمكنش نسمح فيه. انا كنت نصحى بالحادثه، الانسان غادي صافي غير يفيق من الحادثه يكون لورمان، مني فاق ما كاينش لورمان، تيقول لك ما عندنا ما نديرو لك. هاد الولد هادي هي غادي يبقى بحال هكا، يا باراليزي، كيتنفس غير من الفم من القرجوطه ديالو، هادي على باري ملصقه ليه هنايا. ومؤخرا خديت درت لي عمليه هنا في الراس، ملي درت لي عمليه في الراس ما نجحتش 100%، مهم بعدا شويه حيد من الكروسه من الكرسي المتحرك، وحيد من ليكوش، يعني ولا كيتحكم في اي حاجه بغى يديرها، ولكن باراليزي. وهاد الدين اللي خديته هو الاخر ما قدرش نكمل الخلاص ديالو. انا دابا مهدده بالسجن، والناس داروا فيا غير خير اللي خداو ليا. دابا انا ضحيت براسي وضحيت بناس، هذا هو الحياه اللي دابا انا كنعيشها، ما كنعس ما حتى شي حاجه. درت اليوتيوب باش قلت زعما كنترزق الله شويه، حتى هو ما فكاينش شي حاجه ليا، كاينش البديل والو. وانا خايف على نمشي ونخلي هاد الوليدات. محسن هو الاول غيبقى ضحيه، من النهار الاول غيتلاح الزنقه، من النهار الاول ما كاينش اللي غيشري ليه دواه، هو اللي ما شربش الدواء، يعني صافي ما كاينش الحياه عنده. هاد الناس شحال كيتشكى؟ 18 مليون اللي مهزوز عليا دابا. سلفوك ولا شنو؟ هما خداو ليا، هما يعني ساعدوني، بقيت فيهم، خداو ليا، خداو ليا. لا ماشي من العائله، من العائله ما دارت معايا حتى شي حاجه، ماشي من العائله. اقرب الناس هنا من جيراني ومن الناس اللي كنعرفهم في صحاباتي، وتعديت عليهم بزاف صراحه، كنطلب منهم السماح، ما داروا ليا هما والو، بالعكس هما ساعدوني، ماشي ما ساعدونيش، ولكن تغلبت، كنت كنخلص وتغلبت صافي، ما بقاش عندي. ملي درت العمليه انايا وجاني السرطان ما بقيتش كنقدر نخلص، ما عنديش منين، كنت واحد اللي خدام ليا، وما عنديش شي ولاد كبار ولا شي حاجه، ما عنديش الولاد، عندي انا جوج بنيات وليد، هو هذا. دابا مهدده بالسجن. مهدده بالسجن. عاطينك بالوقت انك تجيبي لهم دابا نهار الجمعه جاوني قالوا لي ما اديتيش الواجب حنا ما غنبقاوش كنضرقوا عليك صافي، لانه وصل الوقت ما غتبقايش تدين، هذا هو المشكل. قالوا لي ما قدرتيش، عطي غير بالطرف بالطرف، اضعف الايمان تعطي بالطرف بالطرف، وهذيك بالطرف بالطرف ما قدرتش اخويا.